المصري الكبير. احنا جايين هنا ان شاء الله نقف مع رجالتنا وحبايبنا واخواتنا في ميدان النهضه، وجايين نقول للناس ان احنا هنا سلميين وناس محترمه وناس كويسه، وجايين نقدم الرساله دي للكره. احنا بنلعب كره قدم في ميدان النهضه. رسالة لكل العالم ان احنا سلميين، والرياضة هي اكتر شيء بتحرص على السلم وعلى السلام وعلى الروح الرياضية.